انتوا جاهزين كده يا عاصي؟ احنا دايما جاهزين يا هنا. ما اشوف الخيبة التقيلة اللي انا فيها اللي اسمها امينة اللي قرفاني بقالها كام يوم دي. يا امينة امينة ايوه هنا. اسمعي بقى، مش كل ساعة والتانية تيجي تقولي لي عايزة يومين اجازة، عايزة تلاتة اجازة، اصل ابويا عيان، اصل انا لازم اروح احضر المحاضرات في الجامعة. الكلام ده مش عندي، احنا هنا مش وزارة الشؤون الاجتماعية، مفهوم؟ حاضر. وبالنسبة بقى لبنتي، اول ما تيجي تغديها وتخليكي جنبها وتخلي موبايلك جنبك عشان اطمن عليها منك، وحكاية ابوكي دي ان شاء الله هيخف وهيبقى كويس، مفيش داعي تاخدي اجازة، مفهوم؟ ابويا مش عايزة لبت وعجن كتير، انا بحب اللي يقول لي حاضر، فاهمة؟ يلا بينا. اتفضلي. اجازه اجازه. ابويا؟ بس انا ابويا مات من زمان. على مجموعه هنا؟ لا لا لا، على الدكتور رفيق، انا عايزاه في موضوع مهم. طب تحبي حضرتك تبلغه عشان ما يكونش؟ لا 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 لا، انا عايزاها تبقى مفاجاه، ولو رحت ما لقيتوش هخليهم يكلموه. اسبقوني انتوا على المجموعه.